بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله الذي تفرد في أزليته بعز كبريائه، وتوحد في صمديته بدوام بقائه، ونور بمعرفته قلوب أوليائه، وأسبغ على الكافة جزيل عطائه، وطيب أسرار القاصدين بطيب ثنائه، وأمن خوف الخائفين بحسن رجائه. الحي العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في أرضه ولا سمائه. القدير الذي لا شريك له في تدبيره وإنشائه. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنقذنا من هول المطلع والحساب، وتهيئ لنا زلفى وحسن مآب. الله أوحى إليه حين كمله أمين وحي بذكر منه أنزله، وبالمهابة والتبجيل جمله، وبالغمامة أنى صار ظلله. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية طيبة مباركة نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدتنا السيدة النفيسة رضي الله عنها وأرضاها، حيث نلتقي وإياكم في هذه اللحظات المباركة لننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. ويسعدنا أن يكون معنا من قراء الإذاعة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، ومن مبتهليها المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله، ومتحدثنا الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. إخوة الإيمان، وخير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من غائبة في السماء ربك يقضي
كنوا في النهار
أعبد رب
أن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون وما ربك بغافل كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه أجر، ومن استنصر به نصر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، والتي كانت خير بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. إخوة الإيمان، يقول أحد الصالحين: اعلم أن الدنيا خداعة لا تساوي هم ساعة، فاجعلها لربك سعيا وطاعة. أتحزن لأجل دنيا فانية أنسيت الجنان ذات القطوف الدانية؟ أتضيق والله ربك؟ أتبكي والله حسبك؟ الحزن يرحل بسجدة، والبهجة تأتي بدعوة، والعافية إذا دامت جهلت، وإذا فقدت عرفت. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يجب علينا أن نتقرب إلى أهل الصلاح وإلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى الدرجات العلى. ولذلك يقول أحد الصالحين: عليك بصحبة من تذكرك بالله رؤيته، وتقع هيبته في باطنك، ويزهدك في الدنيا عمله، ولا تعصي الله ما دمت في قربه، ويعظك بلسان فعله، ولا يعظك بلسان قوله. إخوة الإيمان، ونتابع معا فقرات هذه الأمسية الدينية، ونستمع إلى هذه الكلمة من الدكتور محمد طه رمضان، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، سبحانه هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو السميع العليم. سبحانه جل جلاله عن كل الأفهام، وسما كماله فلا تحيط به الأوهام. سبحانه هو الملك القدوس السلام. إلهي حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في أموري كلها ويحي إذا من وقفة الديان. يا أيها الأحباب إني راحل، مهما يطل عمري فإني فاني. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والحبيب المجتبى، اللهم صل صلاة كاملة على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، إن من حكمة الله عز وجل أن جعل الأمور في هذا الكون تسير وفق سنن ربانية وقواعد إلهية لا تتبدل ولا تتغير. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذا الكون بما فيه من نجوم وكواكب ومجرات ومخلوقات، كل منها له مجاله لا يتعداه أبدا، فلا يتقدم لاحق على سابق، ولا يتأخر سابق على لاحق. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. من سنن الله عز وجل في كونه الأخذ بالأسباب المشروعة، فقد قضى الله عز وجل بأن يجعل لكل شيء سببا، وقضى بحصول الأشياء عند حصول أسبابها. فإذا لم يأتي العبد بالسبب لم يحصل الشيء ولم يقع. ولذا وجه الله عز وجل عباده إلى الأخذ بالأسباب المشروعة، فقال تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال أيضا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كذلك من الأدلة على الأخذ بالأسباب المشروعة أن الله عز وجل قدر لدينه أن ينتصر،
وللمسلمين أن يمكنوا وللمشركين أن يهزموا. ومع ذلك لم يقل الحق تبارك وتعالى للمسلمين: ما دمت قد كتبت لكم النصر والتمكين فاقعدوا وانتظروا إنفاذ قدري وهو نافذ لا محالة. وإنما قال لهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قدر الله نافذ لا محالة، ولكن علينا أن نأخذ بأسباب النصر والتمكين. وقد كان أنبياء الله ورسله هم أول الناس أخذا بالأسباب المشروعة، فها هو سيدنا نوح أخذ يدعو قومه إلى عبادة الله عز وجل، فكذبه قومه، فأمره الله عز وجل أن يصنع سفينة النجاة، مع أن الله عز وجل قادر على النجاة دون أسباب ودون سفن، ولكن إرادة الله تقتضي ذلك. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وإذا بسيدنا نوح عليه السلام يصنع السفينة ويسخر قومه منه ويستمر في صنعها إلى أن نجاه الله عز وجل، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. والسيدة مريم عليها وعلى نبينا السلام يأمرها الله عز وجل كذلك، ويعلمها أن تأخذ بالأسباب المشروعة، فيأمرها أن تهز النخلة لتسقط من عليها رطبا جنيا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. يأمرها الله عز وجل بهذا وهي لا تزال في ساعة المخاض أثناء الولادة في حالة ضعف، مع أننا لو جئنا بمجموعة رجال أقوياء وأمرناهم أن يهزوا نخلة لن يستطيعوا أن يحركوا ساكنا، ولكن إرادة الله عز وجل تقتضي أن يأخذ المسلم بالأسباب المشروعة، ثم النتائج على الله عز وجل. ولله ضر القائل: توكل على الله في الأمر كله ولا ترغبا في العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجزع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. فعلينا أن نأخذ بالأسباب المشروعة. وإن أناسا أساءوا الفهم وتركوا وعطلوا الأسباب بدعوى التوكل على الله عز وجل، وهم مخطئون في هذا. ولذا لما جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ناقته، فقال له: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أم أتركها وأتوكل؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: بل اعقلها وتوكل. هكذا تكون الأخذ بالأسباب المشروعة، فهي أمر من الله عز وجل. وعلينا أن نعلم جيدا أن الأسباب لن تؤتي ثمارها إلا بإذن الله عز وجل. فعلينا أن نأخذ بالأسباب المشروعة وأن نتوكل على الله عز وجل أيضا، لأن الأسباب وحدها دون المسبب لن تؤتي ثمارها. فاعملوا واجتهدوا وكلوا من رزق الله عز وجل، حتى ننتقل من مرحلة الوهن والغثاء إلى مرحلة القوة والبناء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا،
وأكرمنا ولا تهنا، وعلى طاعتك أعنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عن سيدتنا صاحبة هذا المقام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا راجي الناس رب الناس موجود، فالجأ إليه فمنه الفضل والجود، واقصده دوما تجد في بابه فرجا، والخير في ساحه والعفو ممدود. هل تسأل الناس يا ذا العقل مرتجيا، وكل شيء إلى الرحمن مردود، باب الكريم لمن ناداه منفتح على الدوام، وباب الناس موصود. فارجع لمولاك في عسر وفي يسر، من يقصد الله في الحالين مسعود. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة من الدكتور محمد طه رمضان، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، والتي كانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. إخوة الإيمان، هيا بنا في هذه الليلة المباركة نرفع أكف الضراعة ونستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. سيدي يا رسول الله، مر يا سيدي يا رسول الله.
والحب في ذكر الرسول هيامي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذا شئت أن تحيا سعيدا مسلما فصل على خير الأنام وسلما. يصلي عليك الله عشرا مكرما ويدنيك من ذاك المقام لتنعما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله، والتي كانت ختاما لفقرات هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. وكان معكم من الهندسة الإذاعية أسامة بدوي، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين خالد عبد القادر الزنفلي. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.